بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم يا شباب طلاب صف ثالث متوسط مدارس الجامعة. معكم الأستاذ رضا عبد الفتاح علي، معلم الاجتماعيات بالمدارس. احنا اليوم بنستكمل الدروس اللي احنا بدأناها قبل كده بدرس جديد، وهو درس السياحة. درس السياحة من الدروس المهمة جدا يا شباب، والسياحة أصبحت من الأمور الهامة في حياة واقتصاديات الدول، ما عادتش مجرد ترفيه. عشان كده بنقول إن السياحة أصبحت بتمثل شيء مهم جدا في أي اقتصاد في أي دولة، خاصة إذا كانت دولة كبيرة مثل المملكة العربية السعودية. احنا سبق وكلمنا عن الاقتصاد، الزراعة والصناعة والتجارة، التجارة في تجارة داخلية وتجارة خارجية. اليوم بنتكلم عن السياحة. بس قبل ما نتكلم على درس السياحة يا شباب، لازم نعرف ايه هي السياحة. السياحة هي انتقال فرد او مجموعة من الافراد، يا اما مجموعة 5 6 10، من منطقة لاخرى. ممكن انت لوحدك، ممكن مع اسرتك، ممكن مجموعة تنتقل من مكان لمكان، ممكن مكان داخل الدولة زي ما انت بتروح الشرقية كده، او تروح مدينة جدة، او تروح البر، طيب، او تخرج خارج الدولة، ان انت تسافر دولة اخرى زي ماليزيا او فرنسا او كذا. ايه الهدف من الانتقال من مدينة لمدينة او من مكان لمكان؟ اول حاجة تغيير الجو وتغيير الظروف والمتعة والانسجام، لان الانسان مع رتابة الاحوال كل يوم بيصيب حالة من الملل، فمحتاج الى تغيير وتجديد وتنشيط. ايضا الانسان محتاج يتعرف على ثقافات جديدة غير اللي هو عارفها. وبالتالي لما انت بتسافر دولة تانية او بتنتقل لمنطقة تانية، بتشوف ثقافات جديدة، بتشوف وسيلة معيشة جديدة، بتشوف طريقة حياة للناس جديدة مختلفة عن قبل. يبقى اذا السياحة معناها انتقال فرد او مجموعة من مدينة الى مدينة او من دولة الى دولة. يعني ممكن تكون انتقال داخل الدولة وممكن تكون انتقال خارج الدولة. الهدف من السياحة المتعة والانسجام وتغيير الوقت وإحداث حالة من التغيير، لأن الإنسان مع الرتابة بيحصل عنده حالة من الملل. أيضا الإنسان بيتعرف على ثقافات جديدة. بلدنا ووطننا اللي هي المملكة العربية السعودية، من نعم ربنا عليها إن فيها نعم عظيمة تساعد على تنشيط السياحة الداخلية أو الخارجية. ففي المناظر الطبيعية الخلابة الجميلة اللي هي مش موجودة في أي دولة تانية، السواحل البحرية الممتدة على ساحل الخليج العربي أو على ساحل البحر الأحمر، الآثار الإسلامية والتاريخية اللي موجودة ومنتشرة في كل أرجاء المملكة العربية السعودية. يبقى إذن من العوامل اللي تشجع على قيام السياحة وتنشط قيام السياحة في المملكة العربية السعودية 3 عوامل. 1، مناظر جميلة وطيبة. 2، سواحل بحرية ممتدة في شرق وغرب البلاد. 3، أثار إسلامية وعلى رأسها بيت الله الحرام اللي بيأتيه الحجاج من كل مكان لأداء العمرة والحج. طيب، السياحة عشان يكون في سياحة في المملكة لابد كلها من مقومات، والمملكة بتتمتع بمقومات عظيمة تساعد على تنشيط السياحة في البلاد. أول حاجة بيت الله الحرام اللي بيأتيه ملايين الناس من مشارق الأرض ومغاربها لأجل أداء مناسك العمرة والحج، وده شيء طيب جدا. أيضا شعب المملكة شعب مضياف، يعني يقبل الاستضافة ويحب الضيوف ويكرم الضيوف، والكرم هذا صفة أصيلة من صفات شعب المملكة العربية السعودية. أيضا اقتصاد المملكة اقتصاد كبير واقتصاد واعد واقتصاد له مستقبل كبير.
مساحة المملكة مساحة كبيرة، وهي ممتدة من الشمال إلى الجنوب، مساحة كبيرة. تراث المملكة تراث حضاري عريق ممتد من آلاف السنين. موقع المملكة موقع وسط بين دول العالم. الظروف المناخية فيها ظروف متنوعة، ودي بتساهم في إقبال السياح سواء من داخل أو من خارج البلاد. يبقى إذن مقومات السياحة في المملكة العربية السعودية 7: 1 وجود بيت الله الحرام، 2 شعب المملكة شعب مضياف، اقتصاد المملكة اقتصاد كبير، مساحة المملكة مساحة كبيرة، المملكة تتمتع بتراث حضاري عظيم، موقع المملكة موقع وسط بين دول العالم، 7 المملكة فيها حالة تنوع جغرافي وبيئي، وده بيساهم في ان المملكة تنشط فيها السياحة الداخلية او الخارجية. يبقى اذا احنا بنقول اتكلمنا للان على تعريف السياحة، قلنا هي انتقال فرد او مجموعة من مكان الى اخر سواء داخل الدولة او خارج الدولة. قلنا ان الهدف من السياحة التعرف على ثقافات والمتعة والاستجمام. المملكة بتتمتع بعدد من المظاهر الطيبة اللي تنشط فيها السياحة الداخلية او الخارجية. اول واحدة المناظر الطبيعية، 2 السواحل الممتدة الكبيرة على الخليج العربي والبحر الاحمر، 3 الاثار التاريخية والاسلامية. اتكلمنا بعد كده على مقومات السياحة في المملكة العربية السعودية، وقلنا في 7 مقومات اساسية للسياحة. اول حاجة وجود بيت الله الحرام، ودي ميزة عظيمة مش موجودة في اي بلد في الدنيا. بيت الله الحرام قبلة المسلمين ومهو أفئدة المسلمين من كل بقاع الأرض، يأتوا ليحجوا بيت الله الحرام ويقضوا العمرة. شعب المملكة شعب طيب وشعب مضياف، يحب الضيوف ويكرم الضيوف. أيضا اقتصاد المملكة اقتصاد كبير وعظيم، مساحة المملكة مساحة كبيرة، وده كبر مساحة المملكة وتاريخها العظيم العريق اللي هو بيدينا تراث حضاري عظيم. موقعها المتوسط بين دول العالم. المملكة فيها حالة من حالات التنوع الجغرافي والبيئي، وده بيساعد على تنشيط السياحة الداخلية، يعني انتقال الأفراد داخل المملكة أو من خارج المملكة إلى المملكة. طيب ده بيأخذنا لأهم نقطة في السياحة. ليه مفروض المملكة تهتم بالسياحة؟ ليه مفروض الدولة تهتم بالسياحة؟ بعد ما تكلمنا على أهم الأثار وأهم المقومات اللي هي موجودة في المملكة. المملكة يجب أنها تهتم بالسياحة لأن ده بيساعد في زيادة الدخل، يزود بدل زيادة وتنوع الدخل. بدل ما المملكة تعتمد على النفط بس، لا، يبقى في نفط وزراعة وسياحة وتجارة، في أنشطة اقتصادية متنوعة. يبقى إذا زيادة الدخل وتنوعه. 2 أما يبقى في أنشطة سياحية بتساهم في إيجاد فرص عمل جديدة مش موجودة في المملكة. بدل الناس ما تعتمد على الفرص التقليدية، لا، يبقى في فرص أخرى. أيضا السياحة بتساعد على أن تظهر المكانة التاريخية والحضارية للمملكة بين دول العالم المختلفة. بيبان المملكة ودورها وحضارتها وعظمتها بين دول العالم. ده كمان بيسهم في زيادة الانتاج المحلي. ايضا السياحة بتساعد على ان يكون في برامج متنوعة للترويح والترفيه وقضاء الاجازات. يبقى اذا احنا اتكلمنا على اول شيء السياحة وتعريفها، 2 ليه مفروض ليه الناس بتعمل سياحة داخلية او خارجية، ايه المنن والحاجات اللي ربنا من بيها على المملكة، مقومات السياحة في المملكة، أهمية السياحة للمملكة العربية السعودية. لذلك المملكة بدأت تهتم بالسياحة وتعطيها أولوية مهمة جدا من الأولويات الهامة اللي علشان تحقق الهدف من الاهتمام بيها. كده يا شباب، يبقى احنا خلصنا درس السياحة. حل الأنشطة، حل الأسئلة، لو عندك أسئلة سجلها ارسلها، إن شاء الله نتواصل وحلها لك، وبإذن الله
نحل أي أسئلة وأي أنشطة. تمنياتي الطيبة لكم بالتوفيق والنجاح. دمتم حفظكم الله ورعاكم، وحفظ بلادنا، وحفظ أسرنا، وحفظ أمتنا جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.